مرحب احبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقه تحضير شيبسي الدوريتوس. عندنا كوب طحين، بحط بيضه، ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة خل. بعجن العجينة مع بعض. بسم الله. هلا بدي احط انا وياكم مي ليصير عنا عجينة متماسكة. عندي هيدي ملعقة طعام بستعملها، بحط ملعقة، حطيت ملعقتين طعام، مي، برجع بعجن. اذا بعد بدي مي برجع بزيد. عرفتوا كيف؟ رح احط بعد كمان ملعقة طعام مي. بعتقد هلا المي صارت كافية للعجينة، ما عادش بحاجة حط مي. هيدا القوام لازم يكون للعجينة، شوي بتلزق، شايفين كيف؟ هلا بدي غطيها واتركها ترتاح 3 ساعة. بعد ما غطيتها هلا بحطها بمكان دافي لترتاح 3 ساعة. هيدي العجينة بعد ما ريحتها 3 ساعة. كمان عندي طحين، بدنا نكفي مع بعض الطريقة. برش طحين، بقسم العجينة قسمين عشان مدها برياحة. بعد ما رقيتها للعجينة هلا بدنا نقصها، بعملها بهذا الشكل، بحاول قد ما فيني اعملها متساوية. هولي برجع بستعملهم، ما منكبهم، بنستعملهم.
بقطعت البيتزا اسهل طريقتهم، شايفين كيف؟ كتير سهله، ما بتعذب او شيء. بالسكينه حسيتها اصعب شوي، من الافضل نستعمل لما نقص فيها البيتزا. شفتوا كيف؟ كتير روعه. عم حاول ابعدهم عن بعض عشان ارتاح بتقطيع العجينة، انه ما انا وعم اقطع مثلا اقطع وحدة تانية معاها، ما اقطع اثنين بنفس الوقت. هيدي سماكة العجينة اللي نحنا منا اياها، شفتوا كيف؟ كتير رقيقة، عشان هيك كترت طحين بس رقيتها. هلا عم حمي الزيت ليحمى الزيت، بنقليهم مع بعض. كمان رح اعمل العجينة الباقي بعد ما حمي الزيت. هلا بدنا نقليهم. بسم الله. بلشوا ياخدوا لون خفيف، هلا بقلبهم. إذا لاحظتوا طريقتهم كتير كتير سهلة وما بتاخد وقت بالتحضير، جدا سهلة وسريعة وبتعملوا شغلة يعني انتوا واثقين منا شو عم تعملوا. كمان بتأكد إذا أخذوا لون خفيف من الأسفل. واو، هيدا اللي منا إياه. هلا بشيلهم من المقلة وبحطهم بصحن على محرمي ليصفي منهم الزيت. كفي الباقيين وبنرجع بنكفي مع بعض. هلا بدي احطهم بالجاط. بسم الله، عشان نحط لهم النكهه مع بعض. شفتوا كيف عم كيف طلعوا مقرمشين؟ هيدي القرمشه كمان، هيدي من الداخل كتير مقرمشين وروعة. عنا هوني حبيت اعمل الخلطة رشة ملح خفيفة، كمان ربع ملعقة صغيرة حار. فينا نعمل كل نكهة لواحد نعملها، بس انا حبيت اخلط النكهات الملح والحار والبابريكا مع بعض، وكمان عندي ملعقة صغيرة بابريكا. خلطهم مع بعض. شفتوا كتير مقرمشين، سامعين الصوت؟ وهيدي طريقة يعني انتوا واثقين منا شو عم تعملوا لولادكم، عرفتوا كيف؟ هذا الدوريتوس اللي عملته أنا وياكم، بتمنى إن شاء الله الفيديو يكون نال إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وكمان شكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة. باي باي أحباب قلبي.